Hello my friends, how are you doing? إن شاء الله ده فيديو من فيديوهات احترف تحدث باللغة الإنجليزية، وإن شاء الله النهاردة هنتكلم عن كلمة مهمة جدا. بس قبل ما نكمل الفيديو عايز بس أنوه عن حاجة مهمة جدا في السرعة في التحدث باللغة الإنجليزية ده. يا ريت أي مصطلح ناخده، أي كلمة، أي تركيب، يا ريت نحفظه أو نذاكره ونطبقه عملي في chunk، يعني في تركيب في جملة في عبارة، مش نحفظه وحدات منفصلة. ده طبعا هيساعد كتير. طيب عشان مش نضيع وقت تعال نبدأ على طول. ايوه هي دي الكلمه اللي ان شاء الله هنبدا نتحدث عنها النهارده، هي كلمه ابيوز. وليها نطق تاني الغريب، النطق التاني اللي هو ابيوز، يبقى مره بنطق الاس ومره بنطق الاس ز. طيب الكلمه دي معناها ايه؟ الكلمه معناها هناخد ليها معنيين اساسيين في الفيديو ده، استغلال، ممكن استغلال سلطه، استغلال نفوذ من هذا القبيل. والمعنى التاني سوء معامله. سوء معامله في الحاله دي بتساوي كلمه شبيهه جدا ليها اللي هو مس يوز ومس يوز، زي ما احنا شايفين على الشاشه كده. فتعالوا مش هنضيع وقت ونطبق عملي بالامثله، يلا بينا. المثال الاول معانا بيقول he was arrested on charges of corruption and abuse of power. An abuse of power يعني هو قبض عليه باتهامات الفساد. An abuse of power واستغلال السلطه. وهنا الابيوز نطقت الاس نطقتها س سين. مثال كمان he was subjected to regular sexual abuse يعني هو كان معرض لسوء معامله جنسيه بشكل منتظم. طبعا هتلاحظوا في المثالين ان الاس نطقتها س. ليه؟ لان هنا اسم وليست فعل، هنا noun وليست verb. طيب معنى كده ان بنطقها ز لما تكون فعل. ايوه تمام. تعال ناخد بقى امثله نطبقها على الكلام ده. المثال الاول بيقول ايه؟ She abused her position as a principal by giving jobs to her friends. She abused her position as principal by giving jobs to her friends. يعني استغلت منصبها كمديرة وأعطت وظائف طبعا لأصحابها. شايفين هنا نوت abused. طيب مثال كمان all the children had been physically and emotionally abused. All the children had been physically and emotionally abused. شايفين abused. يعني كل الأطفال تم طبعا إساءة المعاملة ليهم جسديا وعاطفيا. وفي الختام أتمنى يكون الفيديو مفيد. See you next time.